سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. اسمك ولدي؟ دادون محمد أمين. اسمك طويل، نعيطولك محمد ولا أمين؟ كما تبغي. كما نبغي، خلاص نعيطولك محمد الأمين. الله يبارك، الله يبارك. مرحبا بك ولدي، مرحبا بك. عجبك الحال اللي راك هنا؟ نعم. عجبتك الحفلة؟ نعم. أيا برافو، تفيق عليه، تفيق عليه. مرحبا بهم، مرحبا بهم. والله أحبائي، التفاتة بسيطة الطفل ولا لأي إنسان عنده احتياجات خاصة تكفي. والله بالمرات الإنسان مشي محتاج مساعدة مالية، محتاج التفاتة، عناية ولا ابتسامة. على بالكم عمو يزيد دار واحد الأغنية نقول فيها: إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه فالبسمة في وجهه صدقة. أغنية هذه اسمها الخير، نقول فيها الخير: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس، إن أخذت بمحتاج شفقة وليس لك بما تتصدق فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، تغنوها كاع معايا: أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري.
لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس شكرا 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 شكون يعرف النوتات الموسيقية دو ري مي فا دو سي لا سول فا مي غي دو عمو يزيد لكم أغنية عن النوتات الموسيقية تغنوها كاع معايا كامل على بالكم باللي في آخر الجولة يعني اليوم راح نديروا ترتيب لكل ولايات وكل مدن كيفاش تفاعلوا مع عمو يزيد ولاية سمسيت ومدينة سمسيت لازمها تكون في المقدمة يا أخي كنوا في المقدمة إذا لازم تفعلوا مع الأغاني دو ري مي فا سول لا سي يلا دو ري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان دو ري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو تلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال دو ري مي فا
لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها، فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. شكرا شكرا أحبائي. عمو يزيد دار أغنية الشاطر يرفع إيده، قلت لكم عليها مقبلة، أنا نبغيها بزاف هذه الأغنية. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع إيده، يلا يلا كامل 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 يرفع إيده، 20 على 20 والناجح هذا عيده، تغنوها كامل معايا يلا. صف اثنين والشاطر يرفع ايده، 20 على 20 والنجاح هذا عيده، اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، 20 على 20 والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. من يريد انتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا، سين اول سؤال والعزل من يريد انتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا، 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا، والنجاح هذا عيدوا. نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، 20 على 20 النجاح هذا عيده، اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، 20 على 20 والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح
شكراً ألف شكر زيدوا فأكبر زيدوا حمداً لله أكبر والخير في تحميله عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده للي في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده الشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده كان واحد الانسان نبغوه بزاف فجبنا الاخبار جبنا الاخبار ولكن كاين بزاف الاطفال وكامل اللي ما يخدموش مليح يخافوا منه يجيب لهم البولتان للدار عرفتوه شكون شكون خي قاعد تقراو مليح شكون اللي يخاف منه شكون هو عرفتيه شكون هو شكون يجيب البراوات للدار ساعي البريد ساعي البريد اللي نحبوه ونديروا له تقدير عمو يزيد دار له اغنيه خاصه بصح كاين الاطفال قلت لكم اللي ما يبغوش ساعي البريد لانه يجيب بلتان الدار مي لازم تقراو مليح باش هكذاك ساعي البريد يفرحكم عبالكم الطفل الطفل كي يقرا مليح وحده يبقى يحوس على هذاك البلتان وقتاش يجي للدار باش يفرحوا به والديه يا اخي اذا لازم تقراو مليح ساعي البريد ما تحمل ساعي البريد ما تحمل واش يقول لهم ساعي البريد طبعا اخبارا اجمل يلا تغنوا معايا كامل ساعي البريد ما تحمل أخبار الخلان محفظتي على كتفي أحملها في كل مكان فيها طرود ورسائل تحمل أخبار الخلان ساعي البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ساعي البريد محلاه ألبسه في كل صباح يعرفني كل الناس وتأتي معي الأفراح ساعي البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ساعي البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل كان أغدو أركبها في كل صباح أمطار حر برد دراجتي توصلني لأي مكان أغدو أركبها في كل صباح
أمطار حر برد ساعة البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ساعة البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ماذا يا ترى فيه يا ترى أخبار طبعا أجمل ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوما وسلوك أخلاق ترافق عملي دوما ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوما وسلوك أخلاق ترافق عملي دوما شكراً شكراً أحبائي سعيل بريد ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوماً سلوك أخلاق ترافق عملي دوماً أحبائي الأخلاق ثم الأخلاق على بالكم باللي في المجتمع كاين قوانين وقواعد هذه القواعد مبنية على التعايش والتعايش شكرا التعايش أساسه الاحترام ما هو الاحترام؟ الاحترام هو أنك تعامل الغير كما تحب أنهم يعاملوك إذا كان حبيت الناس تكون يكونوا لطاف معك لازم تكون لطيف حبيت يكون عندهم كلمة معك لازم تكون عندك كلمة حبيت الناس يحترموك لازم تحترمهم أحبائي المعاملة بالمثل في المجتمع لازم نكونوا عندنا أخلاق ربي سبحانه لما وصف خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وش قال له إنك لعلى خلق عظيم أحبائي الأخلاق مهمة جدا 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 شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للمعلم اليوم العالمي للمعلم شاطر وراها مو يزيد وراها شوف شوف الشاطر هذا تعرفوا عليك 8 مارس اسم تاعك اسم تاعك عمو يزيد حليل ايمن أيمن وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ 8 مارس راك سير شوف شوف ورا عمو يزيد ورا عمو يزيد ورا شاطر ولا شطورة شفنا الشاطرة هذه واسمك بنتي؟ واسمك؟ تركيا وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ 18 مارس لا 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 لا, لا. شوفونا الشاطر هذا واسمك؟ عبد اللطيف شحال في عمرك عبد اللطيف؟ 9 9 ايام؟ لا 9 سنوات عم بالي 9 شهور شاطر في الدراسة؟ نعم وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ 5 اكتوبر 5 اكتوبر تعال تعال الشاطر شاطر 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 احبائي اليوم العالمي للمعلم على بالكم قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا أحبائي المعلم يحترم المعلم يبجل المعلم يقدس من فضلكم يا أحبائي احترام المعلم حتى الأولياء لما يكون أي شيء في المدرسة تروحوا للمدرسة بكل احترام حتى تعرفوا وش كان وش ما كانش لأن المعلم المهمة تاعو مهمة مقدسة يا أخي أحبائي احترام المعلم هذا وعد
أعطيني الهدية تاعو. عبد اللطيف. عبد اللطيف، عبد اللطيف، وهل أنت لطيف يا عبد اللطيف؟ إذن عبد اللطيف رامي راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع أمو يزيد، يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. تفضل ولدي، تفضل 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 تفضل. على بالكم اليوم يا أحبائي عمو يزيد دار أغنية عن الاحترام. هذا حوار بين طفل والوالد نتاعو، يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. أحبائي مهم جدا. الوالد نتاعو يجاوبه يا ابني يا ابني في سنتنا والإسلام. شوفوا كيفاش يبدأ يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك في الحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. تنتظر الدور تاعك وتسلم على أهل الدكان وما تتعجلش في طلب الشيء وتكون لطيف. إذن يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. ابني فمعنا في سنة
عليكم. جيت من قصر الشلالة لعمو يزيد باش نحضر هذا الحفل. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف. شكرا عمو يزيد على الحفل الذي قدمته لنا في ولاية سبسيت. شكرا عمو يزيد. بسم الله. نشكر عمو يزيد في ولاية سبسيت في هذه الحفلة. عمو يزيد بزاف بزاف اللي جاء هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم ونشكر شاب يزيد عمو يزيد على الاحتفال هذا. فرحنا الذراري في اخر يوم من العطلة. المهم حاجة شابة لولاية سمسيت، وبارك الله فيكم والله يحفظكم.